بالنسبة لي كطالب جامعي التعلم الإلكتروني ساعدني كثير في توفير الوقت وكذلك الوصول إلى المحتوى العلمي بأقل جهد وبأقل وقت ممكن. يمكن توفير الجهد والوقت دون الرجوع للبحث دون الذهاب للبحث عن الكتب أو المعلومات لأنها تتوفر جميعها في التعلم الإلكتروني. التعلم الإلكتروني في الجامعة يفيد بعدة أشكال، منها أنه يوفر الوقت وتقدر تتواصل مع كافة المعلمين ومعرفة الدرجات في الاختبارات والأسايمنت والأنشطة مختلفة الأنشطة اللي يعطيها المدرس الطالب. طبعا التعلم الإلكتروني في الجامعة معتمد كل الاعتماد على جهد الطالب في تحصيل المهارات واكتساب الخبرات، وهذا يتطلب أنه يستخدم هذه التقنيات لاكتساب هذه المعارف والخبرات. التعليم الإلكتروني في جامعة السلطان قابوس يوفر العديد من الخدمات التي تحدث أسبوعيا من قبل معلم المادة، والتي من خلالها يستطيع الطالب أن ينمي مهاراته في مختلف المجالات مثل القراءة والاستماع والكتابة. الطالب يستخدم هذه الوسائل الحديثة والتقنيات الحديثة في اكتساب المعارف والمهارات لتطوير ذاته. التعلم الإلكتروني في الجامعة يعني أفاد الطلاب بشكل كبير من ناحية أن التواصل مع الطلاب والتواصل مع المعلمين من صفحة الدردشة في الكلاس في الصف. التعليم الإلكتروني في جامعة السلطان قابوس يسهل علينا التواصل مع المعلمين والهيئة التدريسية ويسهل علينا الوقت، ونستطيع من خلالها أن نقوم بجميع الأعمال في المنزل أو في المكتبة. مما يميز التعلم الإلكتروني سهولة التواصل بين المعلم وطلابه وكذلك بين الطلاب أنفسهم، يتجسد ذلك من خلال المنتديات النقاش وكذلك المحادثة الفورية المتزامنة وكذلك الغير متزامنة.